في فقرتنا دي هنتكلم على مصرنا الغالية، لكن في ايه بتحديدا؟ في الموارد التعدينية، لان مصر غنية بالموارد دي. قطاع التعدين بيعتبر من اهم القطاعات اللي احنا لازم ننميها اكتر ونستغل مواردها استغلال امثل، وده بالتأكيد بيساهم في زيادة الناتج القومي. ده مش هيحصل غير بتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد الطبيعية. في أخبار سارة جدا تم الكشف عنها امبارح عن افتتاح خط إنتاج جديد لخام الفوسفات في موقع أبو طرطور في الوادي الجديد بعنوان كسارة إمام. قدرته الإنتاجية 250 طن في الساعة بإجمالي 750 ألف طن سنوي من الخام. المهندس كريم بدوي وزير البترول تحدث من أيام أنه بيسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ل5% بدلا من رقم مش حلو يعني، بس هقوله يعني من أقل من 1%. ودلوقتي بيحصل تطوير في قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة. تعالوا نتكلم في الموضوع ده، وإزاي نتحول لقطاع أخضر صديق للبيئة، وإزاي إن احنا نقدر نوصل إن قطاع التعدين يبقى 5% في الناتج المحلي بدل من أقل من 1%. كل ده هنتكلم فيه مع دكتور مونجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي. دكتور مونجي صباح الخير. صباح النور لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور. يعني عايزة أتكلم على الثروة المعدنية والمفهوم اللي بيتقال دلوقتي أنه لازم أن أنا أستخدم القيمة المضافة للثروة المعدنية. يمكن المواطن بقى يسمع كلمة القيمة المضافة كتير، بس مش عارف القيمة المضافة في الثروة المعدنية اللي هتزود الناتج القومي إزاي ممكن تحصل. قطاع التعدين هو كل ما هو في باطن الأرض، يبدأ بالذهب والكبريت والحديد والمنجنيز والكوارتر والفلسبر وعديد من المعادن التي تزخر بها الأرض المصرية. السؤال لماذا تأخرنا كل ذلك؟ بدأنا مرحلة جديدة منذ عام 2014، وبعد وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم بدأنا نهتم بهذا القطاع، حتى اكتشفنا أن القانون المصري قانون طارد لاستغلال الثروة المعدنية. اكتشفته إمتى بقى؟ عملنا القانون الجديد 2019. فبالتالي بدأت الاستثمارات الأجنبية ان هي تيجي مصر. النقطة الثانية يا فندم، بدأنا حضرتك نعمل موقع إلكتروني لقطاع الثروة المعدنية التي كنا نعتبرها في الماضي سر من الأسرار، ونسينا خالص ان الحضارة الفرعونية قامت على الثروة التعدينية. صحيح. الذهب والأحجار، ما الحضارة الفرعونية هي نتاج عنصرين، الأحجار بأنواعها المختلفة والذهب اللي كانوا بيزينوا فيه المعادن، وبالتالي عدنا مرة أخرى إلى الاهتمام بالثروة المعدنية. هذه واحدة. النقطة الثانية، لم نهتم باستخراج عناصر الموجودة في بطن الأرض فقط، ولكن بدأ الحكومة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس أن يتم استكمال خطوة أخرى. الخطوة الأخرى بنسميها حضرتك الصناعات التحويلية. يبقى أنا بدأت المرحلة الثانية من الاكتشافات التعدينية، نكتشف أولا ثم ثانيا نقيم صناعات تحويلية بغرض تحويل المادة الخام إلى صناعة في إطارها الأول أو الثاني أو الثالث. هسوق لحضرتك مثال بسيط، الرمال البيضاء. احنا اتكلمنا قبل كده في حلقة دكتور مونجي على الرمال البيضاء. مظبوط حضرتك فاكر. وقلنا بتتباع بكذا وبتجيلنا المنتج بكذا. ما شاء الله، ما انا هذكر المواطن. ذكر المواطن. انا فاكرة ان احنا كنا اتكلمنا حلقة على الموضوع ده. احنا عندنا كام مليار طن؟ عندنا 20 مليار طن. صحيح. من الرمال البيضاء موجودة في سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. وفاكرة لو قلنا حضرتك احنا عندنا عملنا 3 مراكز لهذه الصناعة. كنا قبل عام 2014 كنا بنصدر الطن ب 20 دولار بيروح يتغسل ويرجع ل 200 دولار. عارفة حضرتك بعدما قرر سيادة الرئيس منذ حوالي 4 سنوات عدم تصدير المواد الخام، بدأنا نعمل صناعات. بدأ حضرتك لما بعمل عملية غسيل وتنقية للرمال البيضة وانتج منها خام السيليكا الذي يستخدم في صناعة الزجاج، الطن قفز سعره من 20 دولار ل 1000 دولار. طيب لو حولت هذه السيليكا المستخرجة من الرمال البيضة لمادة بدائية من أشباه الموصلات،
$100,000 للطن الواحد. شوفي حضرتك المسافة قد إيه. النقطة الثانية نيجي لصناعة خام الذهب، والحضارة الفرعونية قامت على خام الذهب. احنا عندنا خام منجم السكري وده بشركة استرالية، وعندنا منجم تاني اسمه حمش، ده موجود من ايام الفراعنه. طب عندنا كم موقع؟ عندنا حوالي 240 موقع لانتاج الذهب. المعروف منه قد ايه؟ من ايام الفراعنه 120 موقع. ربنا سبحانه وتعالى اراد لنا ان احنا حضرتك نكتشف موقع اسمه ايقات في الصحراء الغربيه، ده مكتشف بشركه مصريه 100%. يعني ايه؟ يعني ما عدتش ابحث عن حصه الشريك الاجنبي وياخد 50% او 60%، لا، هذا المنجم بالكامل انتاجه لمصر، ولله الحمد بدانا انتاج من مارس الماضي، وبالتالي منجم الذهب ايقات هو نقله كبيره او نقله نوعيه في انتاج خام الذهب على مستوى العالم. طيب مصر رغم ان احنا كنا بنقول ان احنا كنا في اقتصاد الازمه وانتقلنا هذه الايام لاقتصاد الانطلاق ولله الحمد، دي يجب ان اؤكد عليها ان مصر حاليا في مرحله الانطلاقه الاقتصاديه، وهي نقطه هامه جدا يجب ان يعيها المتخصص والمواطن العادي. طيب يا فندم، الجزئيه بتاع خام الفوسفات اللي سيادتك اشرت اليها، ايه حكايتها؟ خام الفوسفات في ابو طرطور ده من ايام السبعينات يا فندم، ناخد خطوه قدام وخطوتين ورا، حتى جاءت ثوره 2011 وما 25 يناير 2011 وما تابعها من انفلات امني، كنا عاملين خط سكه حديد ما بين المينا سفاجة وما بين المنجم ذات نفسه. سرقت هذا الخط وحتى المعدات سرقت. أحيينا مرة أخرى بتوجيهات فخامة الرئيس هذا المشروع. اتضح أن نسبة الحديد فيها في مكونات خام الفوسفات عالية جدا. جبنا شركة أو خبرة أمريكية وبدأنا نقلل نسبة الحديد وعاد معدلات التصدير. وأيضا أصدر فخامة الرئيس قرار بوقف تصدير الخام الفوسفات، ويجب أن احنا نعمل عليه عملية تصنيعية واحدة أو اثنين على الأقل. الفوسفات من أهم الحاجات المستخدمة في قطاع الزراعة، وأيضا في مستخدم في بعض صناعات الكيماويات. بنصدر للهند وإندونيسيا وبنصدر لماليزيا، وتعتبر مصر من الدول الكبيرة في مجال التصدير. طيب ليه يعني طالما احنا بنصدر وعندنا كل ده بالأرقام اللي حضرتك قلتها، سواء بقى في الرمال البيضاء أو الفوسفات، يعني تصريح المهندس كريم بدوي وزير البترول بيقول لك انه قطاع التعدين مساهمته في الناتج نص في المية بس يا فندم، نص مش واحد في المية. طب كمان او قال اقل من واحد هي نص في المية بالظبط، نص في المية، وعايز يوصلها لخمسة في المية. ليه انا نص في المية لما انا بصدر كل ده؟ يعني ليه الرقم الهزيل ده؟ لان حضرتك اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وصلنا لنص تريليون دولار، يعني 500 مليار دولار، وبالتالي حضرتك كان القانون طاردا والمشروعات كلها في الادراج، هي طلعت بعد 2014، كل ذلك الاهتمام بقطاع التعدين بعد 2014. طارد لمين؟ طارد للمستثمر ولا طارد؟ طارد للمستثمر، لان كنا احد نصوصه كانت ايه؟ القانون القديم. أيوة. تعالى اصرف واستثمر وفي الاخر هديك 5%. دي لا، دي عقلانيا ما كانش مقبول، وبالتالي. طب في الجديد؟ لا، في الجديد بقى قلنا جبنا ما يطبق عالميا، في اي دوله لديها نفس العنصر يطبق عندنا. فبالتالي بقى 50% و45 و60%. فابتدوا يجوا. نعم فندم؟ ابتدوا يجوا. طبعا يا فندم، طبعا. ما احنا قلنا ايه يا فندم؟ نفس القانون المطبق في الدول اللي عندها نفس العنصر، سواء ذهب، كبريت، فوسفات، منجنيز، نحاس، حديد، هنطبقه عندي، لان انت حضرتك لما تفتحي البلد للاستثمارات الاجنبيه، وبالتالي يجب ان انا اشوف البلاد الاخرى بتدي مزايا ايه، وبالتالي انافسها في المزايا لجاي اجذب الاستثمار الاجنبي. هل الاستثمار الاجنبي مهم؟ نعم يا فندم، عندك معدل ادخار 8%، انت محتاجه معدل ادخار 25% حتى يتم احداث استثمارات مباشره. طيب الفجوه دي بنغطيها منين؟ من حاجتين، يا منح يا قروض، وبالتالي او استثمارات مباشره. وبالتالي حضرتك رغم كل ما يثار حوالين المشاكل المصريه، بنقول ايه؟ بنقول ان مصر تعتبر اولى الدول في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط. طيب. في مجال جذب الاستثمارات الاجنبيه. دكتور مونكي، انا وقتي قليل جدا. كل اللي حضرتك بتقوله ده في جزء مهم جدا لازم نتكلم فيه، الا وهو القطاع البشري، تنميه القطاع البشري. احنا عندنا من العماله المصريه اللي هي ممكن تواكب
كل الأعمال الاستثمارية القادمة في قطاع التعدين بمختلف أشكاله بقى؟ عندنا يا فندم أولا قطاع التعدين بيحتاج القليل من البشر والكثير من المعدات الحديثة لاكتشاف ما باطن الأرض، هذه واحدة. النقطة الثانية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 3 يوليو الماضي عملنا 5 مجموعات وزارية، منها مجموعة اسمها تنمية الموارد البشرية بالأمين العام بتاعها معالي وزير الصحة والسكان، وبيرأسها دولة رئيس الوزراء، وبالتالي أصبح تنمية العنصر البشري أحد أهداف الحكومة الحالية، تنمية مهاراته، زيادة نسبة الرفاهية لديه، نمرة 3 توفير التدريب، بعد التعليم والجامعة لابد من بند رئيسي اسمه التدريب بالنسبة لكل العاملين سواء قطاع خاص أو قطاع عام. لا والمدارس الفنية التكنولوجية بقى والحاجات دي يعني يبقى عليها إقبال أكتر يعني. بدأت حضرتك المدارس التكنولوجية وبدأت الجامعات التكنولوجية، المدارس الفنية بتديني فني ممكن يسد لي هذه الجاب في السوق المحلي وممكن يتم تصديره إلى أوروبا اللي هي بتعاني من حالة خفة السكان. النقطة الثانية يا فندم، المراكز التكنولوجية هتعالج لي نقطة هامة جدا اللي هي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، ودي أصبحت الفاشن أو الموضة بتاع الاقتصاد العالمي كله. الاقتصاد العالمي انتقل من اقتصاد الثروات إلى اقتصاد المعرفة، واقتصاد المعرفة يتعلق بالبشر وبصفة أساسية يتعلق بالشباب من السكان. أنا عندي 65% شباب، وبالتالي يمكن استغلالهم في هذه الصناعات ذات الأدد فاليو العالية. دكتور مونجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا لحضرتك.